أهلا وسهلا بكم حضرات السادة المشاهدين والحضور مرة تانية من عروس النيل مدينة المنصورة ومن قاعة الأستاذ الدكتور محمد غنيم بنادي الحوار الاجتماعي. تدور حلقتنا هذه ومؤتمرنا عن أمراض الشتاء في الدواجن وكيف نتلاشاها من خلال الأساليب أو الاتجاهات الحديثة في التربية والتغذية والتحصين ثم الأمن الحيوي. محاضرتنا هذه أو فقرتنا التالية مع الأستاذة الدكتورة نسرين سليم، أستاذ تغذية الدواجن بمعهد الإنتاج الحيواني التابع لمركز البحوث الزراعية، فلتتفضل مشكورة. السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله زي ما قال أستاذ محمود إحنا بنتكلم على دخول فصل الشتاء وإزاي إن إحنا نوصل بالقطيع بتاعنا لأفضل النتائج خلال فصل الشتاء. الحقيقة إن ده علشان يتم لازم بيكون تكاتف لمجموعة كبيرة من العوامل اللي من ضمنها التغذية. إنما لو بصينا على التغذية بمنظور محدود إن هو إزاي بس أعدي فصل الشتاء وإن أنا أغطي الاحتياجات، فكده هتبقى المعلومة اللي أنا بديها لكم يعني منقوصة شوية. أنا أحب إن أنا أركز مع حضراتكم على حاجة، إزاي إن أنا أعرض لكم بعض مقتطفات بسيطة من نقاط حديثة في مجال تغذية الدواجن اللي ممكن تعظم فرصتي في إن أنا أحقق أرباح. ولو أنا اتبعت الاتجاهات الحديثة لتعظيم فرصتي في الربح من التغذية هقدر إن أنا أعدي في فصل الشتاء وأعدي في فصل الصيف وأشتغل على طول السنة. في البداية أعرف نفسي، أنا دكتورة نسرين سليم، أستاذ تغذية الدواجن معهد بحوث الإنتاج الحيواني، ويعني شرفت طبعا بوجودي معاكم النهاردة علشان أطمنكم على صناعة الدواجن بشكل عام. الاتجاه العام عالميا إن إحنا صناعة الدواجن وإنتاج الدواجن هيزيد عندنا خلال الفترة من هنا لغاية 2050، وده لأن عدد السكان في العالم هيزيد من 7.2 بليون لمتوقع يكون 9.8 بليون. وعلشان أغطي الاحتياجات الغذائية للزيادة دي في عدد السكان لازم الإنتاج البروتين الحيواني يزيد، وعلى رأس الإنتاج الحيواني البروتين الحيواني على رأسه إنتاج الدواجن. المتوقع أن احنا عندنا على 2050، ودي إحصائيات عالمية، هيزيد استهلاك الفرد من البيض بمعدل 65% واستهلاكه من لحوم الدواجن بمعدل 121% من الأرقام الحالية. يعني إحنا بشكل مبدئي نطمن على الأنشطة بتاعتنا. أنا المطلوب مني إن أنا أحل المشاكل وأشتغل على تطوير نفسي وتطوير أدائي على المستوى الإنتاجي، بحيث إن أنا أوفر لنفسي أول حاجة إن أنا أستمر في الإنتاج، تاني حاجة إن أنا إنتاجي يكون مستديم. مستديم يعني إيه؟ يعني أنا مستمرة وبكفاءة وبطور من نفسي على مدار العقود المقبلة إن شاء الله. زيادة برضو أطمنكو إن الزيادة في الاستهلاك دي برضو الإحصائيات العالمية قالت إن معظمها هيكون في الدول النامية والدول اللي هي اللو إنكم. ليه؟ لأن زيادة معدل السكان فيها أكبر، وإحنا طبعا كلنا لمسين وشايفين كل الإحصائيات والتقارير اليومية إن في عندنا زيادة في معدل السكان في مصر، وبالتالي نقطة التسويق أو نقطة إن أنا بشتغل على صناعة ليها مستقبل ولا لأ، إحنا بنشتغل على صناعة ليها مستقبل وهتتطور المعدلات بتاعتها في السنين اللي جاية إن شاء الله. ليه الدواجن على رأس القائمة؟ لأن لما جم يشوفوا معدل تحويل الغذاء لو استهلكت كيلو علف علشان أنتج بروتين حيواني، قارنوا الأنواع المختلفة، أسماك، لحوم حمراء، ألبان، ودجاج التسمين والبيض، كان دجاج التسمين طبعا أفضلهم. ومش بس معدل التحويل، لا ده تحويل العلف إلى نسبة بروتين حيواني مأكول. فالنسبة عندنا من 70% لـ78% بحصل على نسبة كركس من طائر التسمين. النسبة دي طبعا منخفضة في حالة الحيوانات الكبيرة عن كده زي ما حضراتكم شايفين. تاني حاجة
ان البروتين الحيواني ده نسبة الدريسنج دي لما الانسان بيتغذى عليها بيحصل له احتفاظ بمعدل البروتين برضو بدرجة اكبر، اللي هو كان اعلى حاجة في لحوم الدواجن بتوصل 37%. يعني انا لما بعتمد على الدواجن في التغذية بتاعتي انا جسمي بيستفيد بالبروتين الحيواني بنسبة اكبر من انواع ومصادر البروتين الحيواني الاخرى. علشان كده دول نقطتين همين ان احنا نطمن على الانشطه الانتاجيه بتاعتنا، هل ليها مستقبل ولا لا. انما مفيش نشاط انتاجي، خلينا واقعيين، اي حد بيشتغل في اي حاجه صناعه او زراعه او تجاره لازم بيكون عنده كميه مخاطر وعنده مجموعه مشاكل ولازم يشتغل على انه يحلها. فاحنا لازم ندير المنظومه بفكر ان انا عايزه احل المشاكل واطور من نفسي وارفع في كفاءه الانتاجيه. طيب علشان كده التغذية لأنها بتمثل جزء كبير من التكلفة الإنتاجية، إحنا بنقول مجازاً 70%، إنما هي طبعاً في بعض الأحيان بتزيد عن 70% من تكلفة الإنتاج، يبقى لازم إن إحنا نهتم بجزئية التغذية. زي ما وضح أستاذ محمود في بداية الندوة عندنا محاور كتيرة، محاور الأمراض ومحاور الأمان الحيوي ومحاور المستلزمات الجيدة من كتكوت ونظام إسكان ورعاية، كل المحاور لازم نشتغل عليها. إنما لما يكون عندي محور بيمثل 70% من التكلفة ومحور مهم جدا ومؤثر في الاستجابة من المحاور الأخرى، زي ما دكتور جهاد وضح إن التغذية السليمة هي اللي بتضمني استجابة مناعية جيدة ومقاومة للأمراض بمستوى جيد، يبقى لازم إن أنا أهتم بالتغذية. هل ههتم بالتغذية بإن أنا أقول أنا عايز أوفر الاحتياجات الغذائية؟ حضرتك الاحتياجات الغذائية متاحة في متناول يديك من كتالوج السلالة اللي حضرتك بتستلمه مع الكتاكيت لما بتشتريه، فهو مش شيء جديد حضرتك هتنتظر ان انا اكلمك فيه. انما انا ممكن اكلمك في ازاي نوظف التغذية بحيث ان احنا الانتاج يكون اقتصادي بشكل اكبر. حابة ان انا اعرض عليكم 5 نقاط بشكل سريع، انا بديكم مجرد ملامح سريعة، انما كل نقطة من دول هي موضوع كبير وفي تفاصيل كتيرة، بس انا حابة ان انا يعني اوصل لحضراتكم ان في نقاط كتير وفي غيرهم برضو يعني ممكن ان احنا نهتم بها وتزود لنا الربحية. هنتكلم على الرو ماتيريالز اللي هي الخامات، وهنتكلم على الجزء الغير مهضوم في الخامات اللي عندنا لان دي فلوس انا بدفع ثمنها وما بستفدش بيها، وهنتكلم على الألياف ووجودها في الأعلاف وتأثيرها على الأداء الاقتصادي بتاعي، وهنتكلم على جودة الفرشة لأن احنا داخلين على الشتاء والناس أحيانا بيكون في ممارسات خاطئة لمعدلات التهوية والاتزان بين التهوية والتدفئة فبيقل معدلات التهوية وبتسبب مشاكل في الفرشة، فبرضو نشوف ايه الجزء المتعلق بجودة الفرشة فيما يخص التغذية. وهنتكلم على علاقة التغذية بالذبايح، بما أننا كنا بنتناقش على احتمالية تطبيق مستقبلاً القانون 70، فلازم برضو نبقى عارفين هل إحنا هنبقى يعني جاهزين من ناحية التغذية علشان تطبيق القانون ورفع جودة الذبيحة ولا لا. بالنسبة للخامات العلفية أنا اخترت لحضراتكم أهم خامة موجودة في جميع أنواع الأعلاف وهي الذرة، علشان نبقى عارفين الذرة وكل الخامات بيتم تحديد المواصفات الغذائية بتاعتها في جداول ثابتة. الجداول دي أي مصنع علف بيشتغل بيكون عنده المجموعة أو الإدارة أو الاستشاري الخاص بتكوين الأعلاف، والجداول دي بتكون ثابتة بتصدرها بعض الجهات. يعني في عندنا جداول NRC ودي قديمة قوي، في عندنا الجداول البرازيلية، في عندنا بعض جداول أخرى أحدث، في جداول إنرا، في بعض جداول أخرى أحدث مرتبطة بأبليكيشنز وحاجات سيستم تكنولوجي ودي خاصة بشركات بعينها يعني. إنما الجداول الثابتة اللي متاحة لكل الناس، الجداول دي بتحط المواصفات بتاع الخامة، مواصفات ثابتة. يعني ايه مواصفات ثابته؟ يعني هيقول لي فيها ذره، فيها طاقه قد ايه، فيها بروتين قد ايه، فيها معادن قد ايه، فيها فيتامينات قد ايه. هل المواصفات الثابته دي الكفاءه بتاعتها ثابته في كل الظروف الانتاجيه؟ طبعا لا، في عوامل كتيره يعني هتاثر لي على الاستفاده من مواصفه الذره، وفي عوامل كتيره خاصه بالزراعه وتربه الزراعه ومعدلات التسميد ومعاملات ما بعد الحصاد والاصابات الحشريه والفطريه قبل الحصاد،
كل العوامل دي حتى الظروف الجوية والتغيرات المناخية، كل العوامل دي بتغير لي من مواصفات الذرة. هل أنا عندي أبديتنج أو تحديث مستمر للمواصفة بشكل أنها تتوائم مع كل المتغيرات دي؟ طبعا لا. فعلشان كده أنا بني كل المحاضرة على بعضها، فيعني عايزة حضراتكم دايما تبقوا بتفكروا في كل نقطة والنقطة اللي بعدها، لأن كلهم في النهاية هيجمعوا في يعني ريكومنديشنز واحدة. طيب يبقى أنا لازم أخد في الاعتبار كل العوامل اللي ممكن تأثر لي على جودة الذرة والمواصفات بتاعتها. لو شفنا مثلا الجداول البرازيلية ودي آخر إصدار ليها، هنلاقي إن هو حاطط معادلة بسيطة جدا. المعادلة دي بتقول إيه؟ حضرتك لازم تكون عارف نسب الاستبعاد اللي موجودة في الذرة، محدد نسب الاستبعاد للحبوب المكسورة وللحبوب المصابة حشريا والحبوب المصابة بالفطريات والحبوب اللي هي كان فيها مشكلة من التكفيف، التكفيف عليها كان عالي، والأسباب الأخرى كلها بقى مجمعها مع بعضها. كل عامل من العوامل دي لعام رقم معين ثابت. أنا لما بعرف مثلا نسبة الحبوب المصابة مثلا بالحشرات قد إيه، بضرب الرقم بتاعها في الرقم اللي موجود هنا في المعادلة، في النهاية نهاية المعادلة تقول لي حاجة، الطاقة بتاعت الذرة عندك هتقل بمقدار قد إيه نتيجة العوامل المتغيرة دي. يبقى معنى كده إن أنا لما أجي أستلم الذرة في المصنع ما اعتمدش فقط على إن أنا بستلم يعني بنحدد نسب مثلا المواد الغريبة على بعضها أو نسب الحبوب الغير صالحة على بعضها، لا، لازم أفرز النسب دي بحيث أن أنا أقدر أحط كل واحد مع رقم الخصم الخاص بيه في الطاقة، فأقدر أعرف في النهاية الدورة دي الطاقة بتاعتها هتكون تقريبا كام. تمام؟ يعني مثلا عندي كل 1% كل 1% في الإصابة الحشرية، حبوب تكون مصابة حشريا، هتخفض لي 12.2 كيلو كالوري من طاقة الذرة، في حين ان كل 1% حبوب مكسورة لانها كانت بس تعرضت لحرارة مثلا زيادة شوية فحصل فيها نسبة كسر، هيخفض لي 1.6 فقط. فالعوامل مش متساوية، لازم عشان اعرف الرقم الصحيح لازم اكون عاملة فراكشن لكل العوامل دي. طيب. تاني نقطة، الجزء الغير مهضوم، الجزء الغير مهضوم في الخامات العلفية. كلنا معتقدين ان العلف الطائر بياكله فلازم ان هو يديني معدل تحويل جيد. معدل التحويل الجيد طبعا كل السلالات بيتم انتخاب الكتاكيت والتحديث فيها بناء على الاداء الانتاجي ومعدل التحويل، ولكن بشكل عام اي كائن حي لما بياخد كمية من الغذاء لا يستفيد بيها بنسبة 100%، ده واقع على كل السلالات وعلى كل الكائنات الحية. طيب ليه ما بيستفدش فيها بنسبة 100%؟ لو بصينا على التركيب العام بتاع الخلايا النباتية، هو العلف عبارة عن مكونات نباتية، أي خلية ربنا خلقها وأي نوع من الحبوب والنباتات ربنا خلقه يحتفظ بالمكونات الغذائية بشكل محمي جوه أغلفة تكون من مواد صعبة شوية في الهضم علشان تفضل محافظة على الحباية أو البذرة لغاية ما تتعرض لظروف الإنبات المناسبة اللي هي المية ودرجة الحرارة والرطوبة المناسبة فيتم الإنبات. يبقى التركيبة الأساسية إن أي مكون عندي، أي خلية نباتية، المكونات الغذائية بتكون في الداخل، أما الجدار الخارجي دايما بيكون من مواد صعبة في عملية الهضم على اختلاف أنواع النباتات. يعني مثلا لو شفنا هنا الذرة، أدي حباية الذرة، ده الجنين بتاعها في نسبة كبيرة من الزيت، دي منطقة تخزين نشا خلايا نشوية، ودي منطقة تخزين نشا نوع آخر من النشا، ودي الأغلفة بتاعتها، فدايما المواد اللي هتكون صعبة الهضم هتكون موجودة في الأغلفة. تمام؟ ده برضو نموذج للبقوليات اللي منها طبعا ينتمي ليها فول الصويا، نفس الشيء المكونات الغذائية السهلة الهضم بالداخل والمكونات الغذائية اللي بتحمي زي الألياف صعبة الهضم اللي احنا بنسميها الـ NSB. وانا عايزة حضراتكم
معلش يعني على اختلاف مستويات المربين لازم نتعود ان احنا نعرف بعض المفاهيم، لان لو معرفناش بعض المفاهيم دي بالتعبيرات بتاعتها مش هنقدر ان احنا نتابع الاخبار العالمية والتطور اللي بيتم فيها. احنا عايزين نساعد بعض ان احنا دايما المستوى المعرفي بتاعنا يكون بيتحسن. لو عايز استفيد من كل المركبات الغذائية اللي موجودة في الحبوب، طبعا احنا مش هنشتغل على انهم العلم ما وصلش حتى الان ان هو يهضم كل المركبات دي، انما على الاقل بقى في عندنا حوالي 7-8 انزيمات. 7-8 انزيمات دول لو انا قدر الامكان استخدمت اكتر من نوع فيهم في التركيبة العلفية بتاعتي وبمعدلات جيدة، هيمكنني ان انا ازود نسبة المهضوم من الغذاء عندي. نقطة الألياف وجودها في العلايق نقطة مرتبطة بجزء كبير بالنقطة اللي فاتت. احنا قلنا ان في عندنا جزء كبير من المكونات الغير مهضومة، المكونات الغير مهضومة دي في جزء منها ألياف. الاعتقاد القديم ان احنا الدواجن لا تهضم الألياف، فالدواجن مش هنحط لها ألياف اقل يعني ازيد من ما بين 2-3% في تركيبة العلف. للأسف الشديد ده حرمنا من فوائد كتيرة للألياف. احنا جايز كنا مضطرين للاتجاه ده قديما لان ما كانش فيه الانزيمات الهاضمة اللي بتشتغل على المركبات دي، انما دلوقتي في ضوء ان بقى فيه الانزيمات اللي بتهضم المركبات دي والمركبات الألياف معظمها وبنسبة كبيرة، فليه ان احنا ما نزودش المستويات بتاعت الألياف في العلايق؟ هتخفض لنا في السعر بتاع التركيبة بدرجة ما، وهتحسن لي في معاملات هضم كل المكونات الغذائية، وكمان هتزود لك المردود الاقتصادي بتاع عملية الانتاج. لما جم يشوفوا العلماء يدرسوا تأثير الألياف، لقوا ان لما اتحولنا من العلف الماش للعلف البلت اللي هو المحبب، ده وفر على القوناصة او الجزرد انها كانت بتبذل مجهود في عملية الطحن الميكانيكي بدرجة اكبر، وبالتالي ما بقاش يعني قللوا شوية في الوظيفة الميكانيكية الخاصة بالقوناصة، وده خلى الطائر يدور على مصدر آخر ياخد منه الألياف. علشان كده بنلاقي طبيعة الطيور البيهيفير الطبيعي السلوك الطبيعي بتاعها إنها دايما بتنقر في البيئة المحيطة بيها، فلما ما بتاخدش احتياجها كافي من الألياف بتاخدها من الفرشة، واحنا مش عايزين كده، لان احنا ممكن يكون في ده مصدر عندي لنقل الامراض. احنا مش عايزين الطائر يلجأ لان هو ياخد احتياجاته من الفرشة، عايزينه قدر الامكان يعتمد على العليقة. فبدأ الاستخدام ودراسة استخدام مستويات مختلفة من الالياف وشوفوا تأثيرها هتعمل ايه. لو ان لو حطينا في تركيبة العلف 3% من مكون يكون مرتفع في نسبة الالياف، والألياف الجيدة، الألياف الجيدة هنعرفها بعد كده، لو حطينا 3% من نسبة الألياف الجيدة عندي في العلف، فده عمل مجموعة تأثيرات مرتبطة ومتراكمة وراء بعض. عمل إيه؟ أول حاجة زود لي حجم القوناصة، ودي نقطة مهمة جدا، لأن القوناصة دي إحنا بنسميها السبلاي أورجن، يعني ده جزء من الجسم اللي بيستقبل العلف، فلما بيكون حجمه كبير يبقى الطائر هياكل كمية أكبر، خصوصا طيور التسمين هياكل كمية أكبر، وبالتالي هتبقى الاستفادة أكتر بعد كده. فزيادة حجم الأعضاء دي بتبقى شيء مهم، وكمان قلل لي درجة البي اتش اللي موجودة داخل القوناصة بمعدل من 2.1 لـ1.2 على حسب تركيبة العلف، يعني ده هيزود لي حسن لي معدل الهضم، يزود لي الإفراز بتاع حمض المعدة، وبيحسن لي كفاءة كل الإنزيمات الهضمة اللي بما فيها إنزيم الفايتيز اللي اتكلمنا عنه من دقيقتين، وبالتالي بيحسن لي كل ما يترتب على زيادة معدل الهضم في الغذاء، هيحسن لي الصحة العامة، هيحسن لي الاقتصاديات الخاصة بالإنتاج. احنا اشتغلنا على الجزء ده في مصر، اشتغلنا على الجزء ده في مصر مجموعة من البحوث ودت نتائج أكتر من رائعة، البعض بدأنا ننشر فيه والبعض هننشره في أمريكا إن شاء الله يناير اللي جاي. إنما عايز أديكم كده مقتطفات سريعة، يعني مثلا كنا الأول قيمنا أنواع مختلفة من الألياف
ونشوف التأثير بتاعها ونقدر ندخلها لغاية قد ايه في عملية التسمين. أهم حاجة عندي إن أنا مثلاً نخلت القمح اللي هي الردة عند مستوى 5% في عملية التسمين في فترات معينة، دخلنا بيها في فترات معينة حسنت لي معدلات النمو، معدلات الإنتاج، الكفاءات التحويلية، وكمان نسبة الدريسنج أو الكركس اللي طلعت عندي كانت أعلى، ونسبة الدهون اللي ترسبت في الذبيحة كانت أقل، ودي نقطة مهمة جداً هنتكلم فيها لاحقاً. وزودت لي المردود من الطائر يعني وقتها على أسعار الخامات وقت تنفيذ الشغل ده، كان المردود من كل طائر تقريباً 3 جنيه. المعاملات دي والاستراتيجيات المختلفة دي في التغذية بدخول الألياف زودته لسبعة جنيه واربعين قرش، يعني زودته الضعف تقريباً. وده اللي أنا بهتم بيه، إن إحنا ممكن إن إحنا نبص على العوامل بشكل مختلف في التغذية بحيث إن إحنا دايماً نطور الاستراتيجيات بتاعتنا علشان نعظم الربحية. هو لازم، إحنا ما عندناش رفاهية، إحنا لازم ندور على البدائل ولكن نحسن استخدامها. يعني أنا بنبسط جداً لما يعني الأسعار تتحرك شوية، لأن ده بيخلي الناس تبتدي تفكر خارج الصندوق شوية إيه البدائل اللي ممكن نستخدمها. إحنا المفروض ده تبقى سياستنا طول الوقت، مش وقت ارتفاع الأسعار بس، لأن حتى لو الأسعار ما ارتفعتش أو ما فيهاش موجات يعني فجائية للارتفاع، فأنا المفروض إن أنا بدير المنظومة الإنتاجية بتاعتي بحيث إن أنا بعظم الربح بتاعي لأكبر درجة. البدائل موجودة وفي بدائل كتيرة، خصوصا ان احنا دلوقتي اصبح عندنا مجموعة كبيرة من الاضافات العلفية بتسهل لي استخدام البدائل دي. يعني زمان مثلا ما كناش نقدر نحط النخالة في العلائق بنسبة كبيرة، لان انا ما عنديش الانزيم اللي هيشتغل ويحسن كفاءة استخدامها. ما كنتش اقدر استخدم مثلا كزبة عباد الشمس برضو بنسبة ملموسة، ما اقدرش استخدم مثلا في برضو كزبة الكانولا ميل، اعتقد اسمه مش عارفة اسمه بالعربي، بس الكزب الكانولا برضو نقدر ان احنا نستخدمه. المصادر كتير، طالما ان انا عندي مجموعة الاضافات اعرف. احنا اتفقنا ان احنا مش هنشتغل على مستوى الرفاهية، احنا بنشتغل على ان انا عايز المشروع بتاعي يفضل شغال وبيكسب والمكسب بتاعي يكتر. علشان اعمل ده لازم احسن استخدام الموارد بتاعتي وعظم فرصتي في الربح. من ضمن الحاجات البدائل لازم نفضل شغالين بيها طالما ان الاضافات موجودة. احنا بقى عندنا مجموعة انزيمات تهضم البروتين الغير مهضوم، تهضم الالياف الغير مهضومة، تهضم السليلوز، تهضم حتى النشا المقاومة للهضم اللي اتكلمنا عليها من شوية، الفوسفور المخزن، وتحسن لي من الكفاءات الانتاجية. فليه ان انا ما استخدمش البدائل حاليا؟ اذا المراقب الناصح ممكن يلجأ لانه في ملحق المزرعه مكان لصناعه التركيبات العلفيه بنفسه، ولا يكون ده غير امن؟ يعني انا افضل حاجه، انا ليا وجهه نظر هقولها لحضرتكم في اخر المحاضره، علشان هو ده المفروض النموذج الامثل اللي كلنا نسعى عليه. ان لو حملنا كل شيء على المربي ان هو اللي يصنع العلف، ممكن تكون مش بالجوده الكافيه، ممكن يكون هيحصل على الخامات بشكل فردي باسعار اعلى، فهيبص يلاقي نفسه ان هو في النهايه ما كانش الموضوع اقتصادي معاه. ولكن لازم ان احنا نعمل جزئيه ثانيه، بحيث ان المربي طول ما الوعي عنده بيزيد وبيعرف افكار اكتر وبيعرف اقتراحات اكتر، يتكلم مع مصنع العلف اللي بيشتري منه، يورد له، يسأله انت بتستخدم الاضافات دي ولا لا، يسأله طب ليه ما نحطش مثلا الخامات دي ولا لا، لان برضو بعض مصانع العلف تأبى انها او بتحجم انها تستخدم بعض البدائل لانها ممكن تغير مثلا في الشكل او اللون بتاع العلف، لان المستهلك لما بيجي اللي هو المربي لما بيجي يشتري العلف بيلاقي لونه متغير بيعتقد ان في مشكلة. فلو احنا زودنا الوعي عند المربي وزودنا التواصل بين المربي ومصنع العلف، ان احنا كلنا لازم نشتغل على ان احنا نخلي الاعلاف اسعارها اقل ونحسن استخدام الاضافات، بحيث ان السعر يبقى سعر العلف اقل والاداء عندي في المزرعه برضه يكون جيد. انا مش عايزه علف يتم استخدام بدائل فيه بدون الاضافات المناسبه او المعدلات المناسبه ويجي يسبب لي مشكله في المزرعه. ده اللي ممكن المربي يعمله لو هو صنع لنفسه، لانه مش هيبقى عارف ايه المواد، في مواد انتي نيوتريشنال فاكتورز اللي هي مواد
معيقة غذائيا ممكن تكون موجودة في بعض الخامات المربي مش هيكون عارفها. إذا ممكن الالتهاب يودينا التواصل ولازم نطلب خدمة الدعم الفني والتواصل وان انا اسجل الانطباع بتاعي ورأيي في نوعية العلف ونوعية الخامات اللي جت مع مصنع العلف، لازم، لان مصنع العلف والمربي الاثنين يعني ماشيين في نفس الطريق. مصنع العلف لو المربي ما كسبش واستمر في الانتاج هيخسر وانتاجه هيقل، والمربي نفس الشيء، هي علاقة تبادلية يعني، فالاتنين مصلحتهم واحدة، لازم يكون في تواصل طول الوقت. النقطة اللي بعد كده جودة الفرشة أو رطوبة الفرشة. طبعا رطوبة الفرشة ليها أسباب كتيرة، وأنواع الدائرية اللي ممكن تحصل في الطيور ليها أسباب كتيرة، بس بشكل عام هي إما أسباب مرضية، يا إما أسباب فسيولوجية، يا إما أسباب نتيجة زيادة كمية البول اللي بيتم إفرازه من الطائر. أنا معنية بصراحة إن أنا بالعوامل اللي تخص التغذية وبتأثر لي على رطوبة الفرشة. الفرشة الرطوبة بتاعتها المفروض as average يعني كمتوسط عام من 40-60%، إنما طبعا زيادتها أكيد هتأثر لي على جو العنبر، وارتفاع رطوبة الفرشة مع العوامل الأخرى ودرجة البي اتش هيحول لي المخرجات النيتروجينية كلها في صورة أمونيا، وهيعمل لي مشاكل تنفسية ومشاكل مرضية داخل العنبر. إيه إزاي أتحكم في الموضوع ده من ناحية التغذية؟ أراجع بعض نقاط. زي إيه؟ مثلا من ناحية البروتين، إحنا عندنا لو البروتين الغير مهضوم زاد ده هيزود لي زيادة في رطوبة الفرش، لأن هو هيزود استهلاك المية وهيزود لي الرطوبة بتاعت الفرش. إذن أنا لازم أكون حريصة على أن نسبة البروتين عندي تكون مظبوطة لسببين. أول حاجة لأن ما دفعش تمن مصدر غذائي وما استخدموش، أنا مش المفروض أن أنا أحط زيادة، أحط بالضبط اللي أنا محتاجاه الطيور. تاني حاجة أن أنا ممكن أستخدم الإنزيمات الهاضمة في صورة إضافات علشان تحسن لي الجودة الهضم. من ناحية الكربوهيدرات زي ما قلنا المركبات الـ NSB اللي هي الألياف، مجازا بنقول عليها الألياف إنها هي مجموعة كبيرة من ضمنها الألياف الخام، دي برضو بتعمل عملية زيادة في الرطوبة بتاعت الفرشة. الدهون، لو أنا داخل عندي في التركيبة بتاعت العلف دهون، والدهون دي كان نسبة التأكسد أو التزنخ اللي احنا بنقول عليه مجازا التزنخ كانت عالية، فدي برضو هتأثر لي على رطوبة الفرشة. المعادن، زيادة نسبة المعادن الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم كلها ممكن تزود لي رطوبة الفرشة. كمان حمض الفايتك اللي اتكلمنا عليه من شوية ممكن يزود لي رطوبة الفرشة. لو بصينا على مجموعة العوامل دي كلها هلاقي ان انا ممكن احلها لو انا استخدمت مخلوط انزيمات بيشتغل على كل المكونات الغذائية دي. يعني لو استخدمت عندي مخلوط انزيماتي يكون بيحتوي على انزيم البروتيز عشان يشتغل على البروتين، وانزيمات تشتغل على الان اس بي سواء السليوليز البيتا جلوكانيز، يعني في مجموعه كبيره عندنا الزيلينيز، واستخدم الفايتيز علشان طبعا بيشتغل على مجموعه المينرالز كلها. لو انا جمعت الانزيمات بتاعتي وحطيتها في التركيبه العلفيه بتاعتي بالمعدل المناسب لتركيبة العلف هضمن ان انا اكون عاملة كنترول على معدلات الهضم. في اعتقاد خاطئ عند بعض صناع العلف وبعض المربين ان انا اشتري كل نوع انزيم لوحده واضيفهم كده الانزيمات دي بتبقى كفائتها اعلى، انما المركب الانزيم المختلط كفاته بتبقى اقل. الاعتقاد ده خاطئ، بل بالعكس ممكن يكون مضر، لان اي شركة لما بتنتج أي إنزيم بيتم تتبع الكفاءة بتاعته والأداء بتاعه تحت الظروف المختلفة اللي من ضمنها ظروف عملية التحبيب في مصنع العلف. فأنا لما باخد منتج واحد فيه كل الإنزيمات أنا ضمنة أن تم الرقابة عليه وتم قياس الكفاءة بتاعته، وبالتالي كفاءة 7-8 إنزيمات.
إنما لما بحط مستحضرات منفصلة مع بعض قد يكون أحد المستحضرات أنا ما تمش اختباره مع الإنزيم الآخر، قد يكون هو يعني يبقى فيه علاقة انتاجونيزم أو يتم هضمه فيقلل لي من الكفاءة بتاعته، وأبقى بحط 7 تركيبات ومتخيلة إن أنا هاخد أفضل أداء وأنا في الحقيقة يعني ما عملتش أفضل حاجة أو أفضل نموذج. النموذج اللي بعد كده علاقة التغذية بالذبيحة. أنا حابة أن أنا أتكلم على الجزئية دي في نقاط بسيطة جدا. عايزة أعرف حضراتكم أن أنا علشان الطائر يرسب دهون في الجسم أسهل له بكتير من أنه يرسب يكون أنسجة عضلية. الطائر علشان يكون لي نسيج عضلي، النسيج العضلي بيبقى فيه نسبة من الرطوبة، وبالتالي لو أنا عندي كمية من المكونات الغذائية بروتين وطاقة وهوجهها داخل جسم الطائر إن هو يرسب أنسجة، الأفضل لي والأكسب لي إن أنا أخليه يتوجه في اتجاه إنتاج العضلات. ليه؟ لأنها تدي لك وزن أعلى. طيب يبقى عندي كمان في مفهوم اللي هو نسبة العضلات للدهون في الذبيحة، هل ده مفهوم برضو موجود عندنا في التغذية ولا لا؟ أنا المفروض نسبة العضلات للدهون كل ما كانت نسبة العضلات للدهون أعلى كل ما كان كفاءتي أنا في استخدام الغذاء أو العلف كانت أفضل، والمفروض إن أنا أشتغل على ده طول الوقت. أنا عاوزة لو هسوق الدواجن بتاعتي في صورة مدبوح يبقى أنا لازم أشتغل على إن نسبة الترسيب العضلات في لحوم الصدر تكون كبيرة لأن دي أغلى قطعية موجودة في الذبيحة، ونسبة الدهون تكون قليلة لأن زي ما قلنا هي أرخص مخرج ممكن يكون موجود عندي في الذبيحة. كمان الشكل اللي ممكن أحيانا بنلاقيه اللي هو بنقول عليه أويلي كاركس أو الذبيحة اللي بتكون شكلها بيلمع والجلد بتاعها دهونه غير متماسكة، ده بيبقى نتيجة ان الكولاجين فيها ما وصلش لدرجة النضج الكافية، وده نتيجة مشكلة غذائية من ناحية البروتين، وكمان في حالات زيادة ارتفاع مستوى فيتامين A او نقص عنصر النحاس في التركيبة العلفية. لو انا هسوق الفراخ بتاعتي في صورة حي انا كده لازم بكون مهتمية طبعا بمعدل الوزن اللي وصلت له قد ايه، بمعامل التحويل الغذائي، بنسبة النفوق، لأن من ال3 حاجات دولت أنا أقدر أحسب أي معايير لتقييم العملية الإنتاجية عندي وكفاتي في الإنتاج. إنما لو أنا هسوق مدبوح لازم أخد اعتبارات أخرى إلى جانب ال3 دول، لازم أخد اعتبارات أخرى عندي في الحسبان. زي إيه؟ نسبة الذبيحة، وزن الذبيحة عندي هتكون كام؟ أنا ممكن أكون حققت وزن حي كبير إنما نسبة الذبيحة عندي كانت قليلة فكده هبقى خسرت. تاني حاجة مكونات الذبيحة، هل القطعيات عندي اختلفت ولا لا؟ كل ما كانت القطعيات الأغلى في السعر كان نسبتها زادت بدرجة أكبر، وده بيتم مع استخدام الإنزيمات. كل ما ده تم كل ما كان أنا المردود بتاعي أكتر. برضو زي ما قلت نسبة البريست ميت ييلد أو الترسيب اللحم والعضلات في منطقة عضلات الصدر، وانخفاض نسبة دهون البطن لأن دي جزء منها اللي بيكون موجود حوالين القوناصة واللي بيتم التخلص منه في مجزر الدواجن لو أنا هسوق مدبوح. الحل إن أنا لازم أعمل دايماً التراكيب العلفية بتاعتي أبنيها على أساسين. أول حاجة إن أنا لازم أغطي احتياجات البروتين بشكل مظبوط جداً، وإن البروتين أغطيه مش في صورة بروتين خام، لا ده اللي بيتهضم بالفعل داخل جسم الطائر. في حاجة اسمها الدايجستبل أمينو أسيدز أنسبها للطاقة بتاعتي، ما يكونش عندي زيادة من الطاقة فوجه كده الطائر إنه هو يرسب دهون ودي تمثل خسائر بالنسبة لي، وما يكونش عندي إسراف في استخدام البروتين يعمل لي مشاكل في جو العنبر والفرشة والأمراض والكوليستريديا وحاجات كتيرة بعد كده. وكمان علشان إحنا كلنا يعني بنتناقش وبنتكلم في موضوع التسوية المذبوح، فأي مستهلك هيكون عايز الذبيحة يكون الحجم بتاعها مناسب وشكلها جيد والريحة بتاعتها والمعايير الحسية بتاعتها جيدة، وده طبعاً
برضو هيحتاج ان انا اشتغل عليه في التغذية ونوعية الدهون اللي بستخدمها وبضيفها ومضادات الأكسدة اللي انا هحطها في العلاية. طيب في نهاية المحاضرة حابة ان انا اكد مع حضراتكم مجموعة نقاط. ان انا نطمن على انتاج الدواجن لان ده انتاج ليه مستقبل. المشاكل نتعامل معاها بان احنا نوجد حلول واستراتيجيات بديلة. ممكن ان احنا نحسن استخدام الاضافات العلفية اللي اصبحت متاحة باننا استخدم بدايل في الخامات العلفية عن الخامات المعتادة. يعني اخرج شوية من عباءة الذرة والصويا فقط، نموذج الذرة والصويا فقط، واستخدم الاضافات العلفية بشكل جيد يعظم لي الربحية بتاعتي ويحسن لي من جودة المنتج ويحسن لي جودة البيئة داخل العمر. أتمنى أن تكون المحاضرة يعني فيها شيء مفيد لحضراتكم. وأحب أؤكد في النهاية على نقطة، عايزين نرسخ لمفهوم الدعم الفني. يعني إحنا بنشوف مثلا معظم شركات السلالات بتعمل دعم فني، بتعمل متابعة للقطعان بتاعتها لما بتوزع الكتاكيت في عنابر التسمين. عايزين نفس الشيء يبقى المفهوم ده بالنسبة لمصانع العلف، ان دايما يكون في دعم فني بين مصنع العلف وبين المربي. والمربي لو ما لقاش دعم فني من المصنع هو يتواصل مع المصنع او اللي بيورد له العلف ويديله المردود. يعني لو في مرة كان في شيء سيء او اداء غير متوقع يبلغه علشان هو كمان يقدر يطور من منظومة الانتاج عنده. وشكرا لحضراتكم، ولو في اي سؤال تحت امركم. اسامة ابو دلال، مربي دواجن. ليه دكتوره، وواضح ان حضرتك طبعا في مركز البحوث شغالين على الاعلاف بطريقه كويسه جدا، ليه ما يتمش عن طريق وزاره الزراعه تثبيت التركيبه في مصانع الاعلاف على الاقل حتى البلت؟ وبكده هنبقى ثبتنا الجوده على مستوى الجمهوريه. طبعا كل مصنع اعلاف بيحسسنا ان التركيبه دي سر حلبي، احنا بذلين مجهود، احنا دافعين فيها فلوس، بتختلف من وقت للتاني. ليه ما يكونش في تثبيت للتركيبه على مستوى المصانع ويكون في عليها رقابه من وزاره الزراعه وتحليل بصفة مستمرة، بحيث ان انا كمربي مش هشغل بالي بقى بالعلف، انا يكفيني اللي جوه في العنبر وبياخد مني وقت كبير. وبالنسبة للتربية المنزلية واضح طبعا الندوة كلها عن التربية المنزلية مش عن التربية في المزارع. المهم بالنسبة للتربية المنزلية، لو مدخلات الانتاج اللي عندنا كمزرعة مظبوطة هتوصل للتربية المنزلية مظبوطة. لو كتكوت جاي لي مظبوط هيوصل له كتكوت مظبوط، لو علف جاي لي مظبوط وادوية جاي لي مظبوط هتوصل له نفس الوضع مظبوطه. طيب انا بالنسبه لي ككتكوت، ليه ما يتمش الرقابه؟ طبعا احنا لو بصينا على شركات الجدود في مصر تتعدى على الصوابع، ليه ما يتمش الرقابه عليها الاول عشان نعرف نوحد المناعات في الامهات اللي جايه، وبالتالي هتتوحد المناعات في الكتكوت اللي جاي عندنا. انا اسف يا دكتور، هيتوحد المناعات في الكتكوت اللي جاي عندنا، ما يبقاش في عشوائيه الكتكوت. احنا النهارده اي حد عايز يعمل قطيع تسمين بيقوم الصبح يجيب بربره ويجيب ديك ويعمل قطيع وتنزل السوق، وللاسف بقت المصادر مضغومه لان كله بقى شغله تجاري. مفيش صاحب قطيع النهارده عايز يبيع باسمه، بيدي التاجر والتاجر يبيع، واغلب المربيين ما معهمش فلوس بيشتغل اجر. فطبعا اي حد يديله كتكوت، اي حد يديله علف، المهم المصدر انا عايز اكل ولادي. طب ليه ما يتوحدش المناعات عن طريق الجدود والامهات، ويتنظم القطعان اللي موجوده عن طريق وزاره الزراعه، يكون في تنظيم لها، يكون في جدول للقطعان ديت، بالتالي عدد الكتاكيت اللي خارجه هتكون قد عدد اللحم اللي طالع، هيتنظم السوق، هتوفر ادويه. اخر نقطه الادويه البيطريه، احنا بنعاني بجد بنعاني، ليه ما يكونش في سيريال نمبر على العبوه؟ انا افتحه اعرف كل حاجه عن العبوه وعن المصنع وعن السعر. النهارده انا اشتري علبه ب 50 جنيه، غيري بيشتريها ب 60، غيري بيصلوا بياخدها اجل ب 70، غيري بياخدها ب 30، اصل خد خصم، اصل خد كميه. اعتقد لو مدخلات الانتاج في المهنه بقى في عليها سيطره، في الاخر النفق هيقل، ولو النفق قل سعر اللحمه هيكون مرضي للكل، لان اكبر كارثه معليه سعر اللحمه عندنا النفق، ان احنا بنحط من ضمن التكلفه نسبه النفق. فلو النفق قل عندي، مش عايز اقول لحضرتك، ممكن السعر يقل بنسبه 10%. لو حصل ده كله واتظبطت مدخلات الانتاج وبقى في رقابه عليها، بالتالي السعر هيبقى مرضي للكل. شكرا لحضرتك.
هو مفيش حد في الدنيا عمل كده، يعني مفيش أي دولة بيتم فيها كده. ليه؟ لأن كل مصنع بيبقى له التفاصيل، غير النوهاو، التفاصيل الخاصة بتكاليف التشغيل عنده. وبالتالي أنا لازم بحط له معايير، أنا عايزة المواصفات ما تقلش عن الأرقام دي، مش عايزة البروتين مثلا يقل عن 23، مش عايزة الطاقة تقل عن 3000، وهكذا. أحط كل السبيسيفيكيشنز بتاعتي، هو يحقق لي الأرقام دي بأي شكل وبأي خامات، طالما أن هي مسجلة ضمن القرار الوزاري، وبأي خامات هو شايف أنه هو يقدر يشتغل فيها. كمان مش كل المصانع الموردين بالنسبة لهم متاحين لكل الخامات، ممكن مصنع يكون موجود في منطقة متاح فيها خامة والخامة دي مش متاحة في منطقة تانية، وهكذا. علشان كده النموذج ده يعني حقيقة مش هتلاقي فيه دولة في العالم عاملة تركيبة علف واحدة والكل بيستخدمها. أول نقطة حضرتك اتكلمتي على إضافات الفايبر للأعلاف، إن ده اتجاه جديد موجود. أنا دلوقتي لو أنا بستخدم علف بلت، وكل الناس دلوقتي عاد بتستخدم علف بلت، لو أنا تركيبة الفايبر ما دخلتش جوه التصنيع نفسه بتاع البلت، هل ممكن أنا أضيفها على العليقة وأنا بحطها للطيور ولا لأ؟ ولو أنا حطيتها إيه الاحتياطات اللي ممكن أخدها؟ لأن هي طبيعي وجودها هيأثر على نسبة كل الانجريدينت التانية اللي موجودة في قلب العليق. بالنسبة للنقطة برضو بتاعت الانزيمات، انا عايزة استفسر فيها شوي. هل حضرتك مش المفروض ان الانزيمات دي هتتأثر بدرجة الحرارة اللي بتتعامل بيها العلف في عملية التصنيع؟ فهل بيتم حساب نسبة الفاقد ده، ولا هي بتبقى مصنعة بحيث ان هي تتحمل درجات الحرارة اللي بتدخل في عملية التصنيع؟ تاني نقطة اللي انا عايزة اسأل عليها النيوتريشنال دايري، في ناس كتير جهله بيها، ان انا لما هقولها اللي هي الاسهال اللي بينتج عن تغيير العليقه نفسه. المفروض المتعارف عليه ان انا لما باجي اغير من عليقه لعليقه، يعني عليقه بادي لعليقه نامي، ان انا بغير بالتدريج. بس في ناس بتجهل بتجهل الموضوع ده، وبالتالي الفراخ بتصاب باسهالات ويبدا يجي عايز يحط مضاد حيوي. هل في طريقه ان انا لو ظهر عندي الاسهال ده، او انا ما كانش عندي الكيفيه ان انا اعرف ان انا امشي بالتدريج وظهر عندي الاسهال، في طريقه يعني نقول ان هي تبقى بعيد عن استخدام المضادات الحيويه للتعامل مع النقطه دي تحديدا؟ الاسئله الثانيه الخاصه بالالياف والانزيمات، الانزيمات لازم انا لما اجي اختار اي مستحضر انزيمي اسال على مجموعه حاجات. اول حاجه اللي هو ثباته في درجات الحرارة الخاصة بالتحبيب. للأسف احنا معظم الناس بتبص على الوحدات بتاعت الإنزيم أكتر حاجة. وحدة الإنزيم دي ما هي إلا رقم بيتم إصداره مع الشركة المنتجة، وبيتم وضعه في استمارة التسجيل علشان نقدر نعمل حاجتين. أول حاجة نقدر نراقب على المنتج ده، يعني لما يجي مثلاً يتصنع، هو ما فيش عندي انزيمات محلية كلها مستوردة، لما يجي يتم استيراده ولما اخد عينة لما يجي اشتغل عليها في المعمل الاقي عدد الوحدات دي، فكده يبقى ده ضمان لجودة المنتج. تاني جزئية علشان اقدر اعرف لو انا قست الوحدات دي قبل عملية التحبيب وبعد عملية التحبيب، اقدر اعرف درجة الثبات او بنسميها الريكفري بعد التحبيب. إنما مش علشان أقارن إنزيم بإنزيم للوحدات بتاعته، أنا لازم أختار الإنزيم يكون درجة البي اتش اللي بيشتغل عندها بتشتغل من أول بداية القناة الهضمية، لازم أختار الإنزيم يكون الريكفري بتاعه والاستابيليتي بتاعته أثناء عملية التحبيب عالية، أقارن بقى بناء على الأرقام دي. كمان يديني كفاءة عالية عند درجات الحموضة الخاصة بالمعدة، مش بس إن هو بيشتغل، لأن في بعض ناس للأسف يعني بتغير التعبير، تقول بيشتغل في مدى حموضة مثلا من 2-7، بيشتغل في مدى حموضة من 2-7 تختلف تماما عن اني اقول بيشتغل بكفاءة مثلا 70%-80%-90% عند مدى حموضة كذا. فانا يهمني الكفاءة داخل مدى الحموضة. بخصوص السؤال الخاص بالألياف، نضيفها ازاي؟ طبعا لو هي من ضمن التركيبة، لو احنا دخلناها في التركيبة فده هيبقى شيء جيد جدا، وده النموذج الامثل، ان كل المكونات بتكون موجودة وبيتم خلطها
وبعد كده بيتم عملية التحبيب، فأنا بتكون عندي الحبيبات شاملة كل المكونات الغذائية اللي من ضمنها المكون الألياف اللي احنا دخلناه. أما إذا لو كانت التركيبة العلفية ما فيش فيها الألياف، أنا ممكن أعمل إيه؟ هو في تطبيق ممكن نعمله، بس ده مش على النطاق التجاري يعني ده ممكن أعمله لو مثلا لتربية منزلية أو كده، إن أنا باخد كمية من العلف وبعمل لها حاجة اسمها دايت دايليوشن، يعني بعمل تخفيف العلاقة بمكون الألياف بتاعي. يعني أخد نسبة ولتكن مثلا كل 100 كيلو أحط عليهم 5 كيلو، بقى أنا كده خففت بنسبة 5%. لو أنا خففت بنسبة 5% فأنا مفيش عندي مشكلة، خصوصا كمان لو كان في نهاية فترة التسمين، لأن النقص اللي هيحصل عندي في كمية الأحماض الأمينية أو أولا النخالة فيها محتوى من البروتين وفيها محتوى عالي من الفسفور، ولكن لو حصل عندي تخفيف في نسب مثلا بعض الأحماض فده مش هيأثر عندي بدرجة كبيرة لو أنا في نهاية فترة التسمين. ده كإجراء لو للتربية المنزلية، إنما طبعا على النطاق التجاري هو لازم تكون داخلة في التركيبة ويتم طبعا من ضمن التركيبة كان إيه السؤال تاني حضرتك يا دكتور؟ سألت على إن في ناس بتستخدم الصويا بيجيبوه يفرموه ويدخلوه في العلف بدون أي معاملة حرارية، وده كده طبعا يعني ده إجراء خاطئ، لأن الصويا فيه بعض من العوامل المعيقة غذائيا لازم إن أنا بيتم معاملته حراريا علشان أقضي عليها، والمعاملة الحرارية دي بتبقى درجة حرارة معينة والوقت معين. يعني لو زودنا عن وقت معين أو زودنا درجات الحرارة هيحصل عندي حاجة اسمها ميلارد رياكشن، اللي هو بقلل بقى من كمية البروتين اللي بقى متاح عندي، يعني حولت البروتين لشكل معقد هيبقى صعب على الطار إن هو يستفيد منه. إيه المكونات اللي بتتأثر بعملية البليتنج؟ طبعا عملية البليتنج بيتم تعريض العلف فيها لدرجة حرارة مرتفعة ممكن توصل ل 85 درجة مئوية، وبخار بيبقى فيه نسبة رطوبة اللي هو أثناء الكونديشنينج قبل البليتنج. المرحلة دي بتعمل عملية نقدر نقول عليها مجازا طبخ للمكونات العلفية، بتحسن لي من معدلات الهضم بتاعت المكونات الغذائية. ممكن الفيتامينات تتأثر لو أنا مستخدمة برميكسات تكون الجودة بتاعتها منخفضة أو المستويات بتاعت الفيتامينات الموجودة في البرميكس منخفضة. يعني أنا المفروض أن أنا أعمل أحد الحلين، يا إما أن أنا أستخدم مستويات وجميع الإضافات تكون ثابتة عند درجة حرارة التحبيب، أو أن أنا أضيف نسبة، يعني في بعض الناس بتتجه أنها تزود مثلا نسبة 10% عن كمية البريميكس اللي المفروض يدخل في تركيبة العلف علشان أقدر أعمل البيلتنج. أحد الحلين ممكن يفي بالغرض. بالأصالة عن نفسي كبرنامج الأرض وقناة مصر الزراعية، أؤكد للجميع أن مصر ممثلة في وزارة الزراعة لديها أقوى صمام للأمان في مجال صناعة الإعلاف، وهو المركز الإقليمي للرقابة على الأغذية والأعلاف، وده هو المنوط به الرقابة على كل مصانع الأعلاف. لكن يحضرني قول الدكتور إياد حرفوش الرئيس التنفيذي للمجموعة الدولية اللي هي راعية هذا الحفل، قال في يوم من الأيام وكتب مقالة وسجلت معاه في مصر الزراعية، حذر من حاجة اسمها الفوضى غير الخلاقة في صناعة الأعلاف وخاصة في مجال إضافات الأعلاف. مزيدا من الاجتهاد في إضافات الأعلاف يؤدي إلى كوارث. هناك شيء آخر بوجهه للأستاذة الدكتورة نسرين وللأستاذ الدكتور جهاد، كم تحليل تخضع له الأعلاف في المركز الإقليمي؟ كم فاكتور من فاكتورز المخاطر في صناعة الأعلاف موجودة ولا يتم إلا تحليل واحد وهو الأفلاتوكسين أو السموم الفطرية؟ يجب إحدى توصيات هذا المؤتمر وهذه الفقرة أن نوجه الدعوة إلى المركز الإقليمي للرقابة على الأغذية والأعلاف بضرورة توسيع الاسكاجول أو الجدول بتاع التحليلات، يعني مزيدا من إخضاع الأعلاف إلى التحليلات حتى نتحكم في نسبة النافق اللي اتكلم عنها المربي المثقف الفاضل، لكي نضمن ربحية جيدة في مجال الإنتاج الداجني حتى لو انخفضت الأسعار.
بشكر الأستاذة الدكتورة نسرين. لها تعليق أخير قبل ما ننهي فقرتنا علشان أروح لمسك الختام. أنا لي طلب وأطمح إن هو يتم تطبيقه، ويعني وعندي أمل إن هو يتم تطبيقه بما إن ابتدى أعمال لجنة تطوير صناعة الدواجن وبعض التشكيلات برضو وتشكيل لجنة الأوبئة فيما يخص الوضع الوبائي لمصر. فأنا أطمح إن يتم زي ما بنسجل المزارع والطاقات الإنتاجية بتاعتها إن يتم تسجيل الأداء، لأن لو تم تسجيل الأداء مع المربي إحنا هنعرف مين المصادر العلفية اللي كانت جيدة ومين الأداء كان جيد في المزرعة دي ولا لأ، ونقدر نحدد المشكلة فين ونشتغل على حلها. بدون تسجيل للأداء إحنا مش هيبقى عندنا أرقام دقيقة لمعدلات الإنتاج. إذن مطلوب التتبع. بشكر في نهاية الفقرة الأستاذة الدكتورة نسرين سليم، أستاذ تغذية الدواجن في معهد بحوث الإنتاج الحيواني التابع لمركز البحوث الزراعية. وفي نهاية هذه الحلقة من برنامج الأرض على قناة مصر الزراعية ومؤتمر الأرض في مدينة المنصورة، يسعدني أن أزف إليكم عددا من التوصيات التي استخلصناها هنا من خلال الأربع محاضرات. وقبل المحاضرات كلمة الدكتور مجدي حسن نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، هناك عدد من التوصيات أزفها نيابة عنكم وبالأصالة عن برنامج الأرض. أولا، إلى الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، الدعوة أصبحت مهمة جدا لإنشاء مكاتب إقليمية، ليس لتقديم الدعم الفني وليس لتقديم المشورة فقط لغير، وإنما لتجسير المسافة بين المربي والمظلة الرسمية وهي الاتحاد. من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، امنحوا الطبيب البيطري الصلاحيات التي تعينه على العيش الكريم لكي يكون رسولا كريما أمينا على هذه الصناعة. الطبيب البيطري لا تقل رسالته في هذه الدولة أو في أي مجتمع عن الطبيب البشري، فالأمن الغذائي يتساوى مع الأمن الصحي، بل هو أساس الأمن الصحي في كل مجتمع. إلى المركز الإقليمي للرقابة على الأغذية والأعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، مزيدا من الرقابة على الأعلاف لنتلاشى ما يعرف بالفوضى الخلاقة في إضافات الأعلاف وعشوائية الأعلاف. إلى قطاع الثروة الداجنة في وزارة الزراعة، وإلى المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، وإلى وزير الزراعة، وإلى الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الإدارة المركزية رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مزيدا من الرقابة على الكتكوت للقضاء على ما يعرف بعشوائية الكتكوت، الرقابة على شركات استيراد الجدود للسيطرة على قطيع الأمهات على مدار قطعان الأمهات سواء في التسمين أو البياض على مدار العام، لنضمن عدالة في توزيع السعر وتوزيع تكلفة الإنتاج الداجيني سواء تسمين أو بياض على أو بيض على مستوى العام. إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزيرة الزراعة، الإسراع في تطبيق الخريطة الوبائية لمصر لنضمن تقليل في نسبة النافق كي تنخفض تكاليف الإنتاج إذا ما حدث طارئ وانخفض السعر، حتى لا يكون هناك دائما فرق كبير بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع من المزرعة، لأن هذا الفارق الكبير لا يحصده المستهلك. فهناك أكثر من 15 جنيه حاليا فرق بين بيع طبق البيض من المزرعة وبيعه للجمهور. نهاية، أشكركم على هذا الحضور، وأشكر خبراءنا وأساتذتنا في هذا اللقاء، الدكتور مجدي حسن نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ورئيس المجموعة الدولية IFT، الدكتور إياد حرفوش الحاضر الغائب لظروف خاصة، الدكتور محمود رفعت مدير عام IFT، الأستاذ الدكتور جهاد صلاح رئيس الإدارة المركزية أو رئيس إدارة الدواجن في الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، الأستاذة الدكتورة نسرين سليم أستاذ تغذية الدواجن في معهد بحوث الإنتاج الحيواني التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، المهندس بلال مرزوق مدير الدعم الفني في مجموعة
الاي اف تي والجندي المجهول في هذا المؤتمر وهذه الحلقة الدكتور أحمد أنديل مدير التسويق في مجموعة الاي اف تي، فريق العمل في هذا البرنامج وهذا المؤتمر الأستاذ، أشكره جزيلا الأستاذ محمد أبو عمرة مدير تحرير برنامج الأرض، الأستاذ سليمان محمد كبير المصورين، الأستاذ زميلي أحمد حسنين، ولا أنسى أبدا تنظيم هذا المؤتمر الفريق المساعد الأستاذ أمير مسعد، الأستاذ محمد الوصيف، المهندس محمد الدسوقي، الذين شرفونا جميعا. أشكركم ونلتقي دائما في حلقات مقبلة على خير، ويحيا أو تحيا منظومة الإنتاج الغذائي في مصر، وتحيا جهود هذه الدولة، وتحيا مصر، وتصبحون جميعا على ألف خير.